دخلتي صراع عشان حنين حسام، وكتبتي إنها بقت كبش فدا وكانت لازم تتحبس عشان تكون عبرة لأي بنت تخرج عن الحدود اللي رسمها المجتمع. دخلتي في صراع شرس وتهاجمتي هجوم شرس جدا. لا بصي، أخدتي نقد فني وأخدتي نقد شخصي وأخدتي تعليقات على حياتك الشخصية. مفيش حاجة في ياسمين سابوها في حالها من وقت التصريح ده ودفاعك عن حنين حسام. يعني أنا معرفش ليه الناس ممكن تتضايق إن أنا قلت رأيي إن البنت دي عملت حاجة غلط فاتخذت إن هي كبش فدا علشان يوروا للناس انه لو انت عملت حاجه غلط. انتوا فاهمين معنى الكلمه؟ وجهه نظرك انا فاهماها طبعا. انا مش بسال عن وجهه نظرك، انا فاهمه وجهه نظرك. اللي انا بقصده ايه اللي شفتيه في المجتمع من اللي حصل لحنين حسام؟ لا انا دايما طول الوقت ما مش انا لوحدي اللي شايفه. انت عندك الخناقه دي، ما هو مش كل الناس كلنا بتعمل زيك وبتقعد تخش الخناقه بس لان انا ما بحبش. انا ممكن ادخل الخناقه علشان حتى لو حد مش على السوشيال ميديا. انا كنت ماشيه بعربيتي مره في الزمالك وماشيه بالعربيه كده، وفي شارع على النيل شفت ولد ماسك بنت من ايدها، انا افتكرته بيضربها، نسيت نفسي ووقفت السواق ونزلت شديته، قلت له انت بتضربها ليه؟ فالولد بص لي كده اتخض، والبنت بصت لي. وقتها كنت انا تقريبا معروفه وانا مش واخده بالي، فهم الاثنين اتخضوا قالوا لي هو انت دي؟ قلت لهم ايوه انا. انت بتضربها ليه؟ طلع هو ما بيضربهاش، طلعت هي عايزه تمشي وتسيبه. طلع هو بيضربها في دماغك. في دماغي. كان بيشدها. كان بيشدها، هو بيحبها وهي زعلانه منه وعايزه تمشي وتسيبه، هو بيشدها عشان يصالحها.